مقتل 39 إرهابيا خلال هجوم إرهابي على 5 أكمنة بشمال سيناء، والمتحدث العسكري يعلن استشهاد وإصابة 10 جنود. مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على روح الشهيد هشام بركات ويرفع عددا من القوانين للرئيس لمواجهة الإرهاب. اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة تبحث العرض الفني للمكتبين الاستشاريين الدوليين حول تأثير السد على مصر والسودان. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. أعلن المتحدث العسكري أن نحو 70 شخصا من العناصر الإرهابية هجموا 5 أكمنة بقطاع تأمين شمال سيناء، وقال المتحدث العسكري إن القوات قامت بالتعامل الفوري مع العناصر الإرهابية بكافة وسائل النيران، وهو ما أسفر عن مقتل 22 عنصرا إرهابيا وتدمير 3 عربات لاند كروزر محملة بالمدافع المضادة للطائرات واستشهاد وإصابة 10 من رجال القوات المسلحة في الهجوم، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الإرهابيين بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشهداء في صفوف قوات الأمن. وأضاف المتحدث العسكري أنه في إطار قيام عناصر قوات قطاع تأمين شمال سيناء بملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في الحادث، تم استهداف منطقة تجمع للعناصر الإرهابية وتم تدميرها بالكامل، وهو ما أسفر عن مقتل 17 عنصرا إرهابيا، وما زالت القوات الجوية تقوم باستهداف تحركات الإرهابيين. للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من شمال سيناء مراسل النيل ماهر إسماعيل. ماهر، ما هي آخر تطورات في الوضع الميداني لديك الآن؟ الميدانية حتى الآن لم يحصل أي مصاب أو شهيد من المستشفيات تعريش والشيخ زويل. كل ما ذكر عن وجود أعداد فهي غير دقيقة، كما صرح الدكتور فانا خاطر الآن تم رفع درجة وإعلان حالة طوارئ وتشكيل فريق إدارة الأزمة برئاسة مدير وزارة الصحة بالمحافظة لتجهيز ضمن الاستقبال المصابين واستدعاء أطباء مختلف التخصصات وأطباء التمريض. هناك قافلة تنطلق تم 13 طبيبة من مختلف التخصصات في مستشفى العريش، الآن قادمة من المحافظات المجاورة. تم استدعاء أطباء مختلف التمريض وتجهيز غرف العمليات ومراكز الدم ودود طوارئ ومستلزمات الرعايه العاجله والطوارئ. لم تصل اي حاجه كما ذكرت سلفا الى المستشفى حتى الان. طائرات الاسعاف ما زالت متواجده حين صدور تعليمات ساعد التوجه نعم، لكن هل ما زال القتال مستمرا في سيناء في الشيخ زويد؟ ما زالت العمليات مستمرة؟ في حق الأمر نحن متواجدين تعريفا من الصعب معرفة تعريف الأمر لأن المنطقة هناك يسعى الوصول إليها. الآن كذلك تم رفع درجة الاستعداد في الشيخ رفع الشيخ زويد وتجهيزها لاستقبال المصابين بحالة وصولهم إلى المستشفيات. نعم، أشكرك ماهر إسماعيل مراسل النيل في شمال سيناء وسنكون معك لحظة بلحظة. وللمزيد من المتابعة أيضا حول الحادث معنا الآن في عبر الهاتف الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام. سيد العزب، قراءتك لما حدث، عفوا، اللواء نصر سالم الخبير الخبير الاستراتيجي. سيادة اللواء، بعد التحية، قراءة حضرتك لما حدث في سيناء وكذلك توقيت الهجوم والذي قام به 70 مسلحا على 5 أكمنة بشمال سيناء في توقيت متزامن، وهل ترى هناك أي علاقة أو ارتباط بين هذا الحادث واستهداف النائب العام قبل يومين والحوادث الإرهابية التي شهدتها دول أخرى مثل تونس والكويت والسعودية؟ ما فيش شك ان كل هذا يستهدف مصر
في جميع قدراتها، سواء كانت قدرات عسكرية، قدرات أمنية، الروح المعنوية للشعب، القدرات الاقتصادية بتاعت مصر، كل هذه أعمال لا يراد فيها الخير لمصر. وإذا كان اللي بيحصل في سيناء ده النهاردة في زي ما بنقول استهداف خمس مواقع أو خمس أكمنة في وقت واحد، يعني مش عايزين نهول القصة، لأن المنطقة دي عبارة عن خمس أكمنة منعزلة. أرض المنطقة في سيناء دي أرض مفتوحة تماما، صحراوية، يعني من جميع الاتجاهات ممكن اقتراب من أي ناحية. المشكلة أن الظروف المحيطة هناك تسهل عمل الإرهابيين، من حيث إيه بقى؟ أن السكان المحليين نفسهم هم اللي بيتخذهم هؤلاء الإرهابيين ذروع بشرية ليهم حينما تواجههم قواتنا. ده رقم واحد. رقم اثنين، هم بيختفوا وبيتشبهوا بيهم، سواء كان في لبسهم، في لهجتهم، في تحركاتهم، في أي حاجة. فلديهم الفرصة أن هم شايفين قواتنا قدام منهم. لو ان احنا كل واحد ماشي في الصحراء هنقعد نفتشه ونجيبه، ده هيبقى ايه؟ ان بيقول له القيود وتشديد القبضة وكل الكلام ده. فللأسف هذا العمل، ظروف السكان المحليين ادى فرصة للإرهابيين ان هم يتخفوا في شكل السكان دول، انهم يتخذوا منهم دروع بشرية، وفي نفس الوقت بتغل ايدي قواتنا في التعامل معاها، لان احنا في الاساس مسؤولين عن حماية هؤلاء المواطنين الابرياء ابناء سيناء. والرئيس قبل كده قال لو حد من الإرهابيين في وسطهم لا ما تضربهمش، والإرهابيين في وسطهم، انما هم الإرهابيين دلوقتي بيتمادوا اكتر لانهم يتخذوا منهم دروع بشرية، ودي النتيجة. فإن شاء الله رب العالمين القوات المسلحة قادرة على تطوير خططها باستمرار، ولن تتوقف هذه الأعمال التي تدور على أرض سيناء إلا بعد أن تشفى صدور المصريين جميعا، ويكون هناك موقف أفضل بكثير. أما إن الموضوع ده هي دي آخر مرة ومش آخر مرة، بنقول هناك قوة كبرى وقوة عالمية تريد انتزاع هذه الأرض من مصر لحل القضية الفلسطينية على حسابنا. ولذلك سوف يتعدد مثل هذه المحاولات، سوف تتدخل أجهزة مخابرات على أعلى مستوى لإدارة مثل هذه العمليات، وإحنا بالمرصاد ليهم. بنقول لو هنروي أرض سيناء بدمنا مش هنفرط في ذرة رمل واحدة. طب سيادة اللواء، كيف تقيم تعامل القوات المسلحة مع هؤلاء المسلحين الإرهابيين، خاصة وأن آخر حصيلة أفادت بأنه تم قتل 39 إرهابيا خلال العمليات حتى الآن؟ إن شاء الله هيتزايدوا ويبقوا عشرات كمان، لأن القوات المسلحة بتجتاز وراهم، وإن شاء الله يتم تشديد الإجراءات. بقى ما حدش يجي يتكلم النهاردة ويقول حقوق إنسان وتشديد إجراءات أمنية والحد من حرية المواطنين. أدي النتيجة، دم وأرواح أبنائنا اللي رايحين سايبين الغالي والرخيص ورايحين يدافعوا عن هذه البقعة من أرض مصر. فنرجو أن تخرص كل الألسنة التي تتشدد بحقوق الإنسان، وكما أن ما فيش حد له حق من حقوق الإنسان للمجرمين والإرهابيين فقط، اما حقوق المصريين، حقوق ابنائنا القوات المسلحه او الشرطه، ملهاش حقوق عند هؤلاء الفئه التي تردد كالببغاوات هذه الهجمات ضد قواتنا عندما تشدد قبضتها الامنيه لضبط الايقاع او ضبط الاجراءات الامنيه في هذه البقعه من الارض. ان شاء الله بنقول هنشدد الاجراءات، هناخد اجراءات اكثر حزما، ولن تنتهي ولن تتوقف عملياتنا إلا بعد أن تشفى صدور المصريين جميعا. وإن شاء الله مهما طال أمد الإرهاب، ما بنقولش إن دي آخر عملية، أنا أتوقع أكثر، وهنطور كل خططنا وبإذن الله هنقضي عليهم. نعم، اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. ولمتابعة أوفى ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، يعني تحدثنا كثيرا عن تجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف بالفكر أيضا، ونقل صورة الإسلام الصحيحة إلى المواطنين حتى نبعد عن هذا الفكر المتطرف الذي يؤدي إلى هذه الأحداث الدامية والإرهابية. تعقيب حضرتك يا فندم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. فعلا المرحلة الحالية تريد
الاقتصاد الصيني، ولا يكون تدريس الاقتصاد الصيني من خلال النشرات ومن خلال المؤتمرات فقط، ولكن لابد ان يتم تدريس كتيبه كشاف جيش او فرق المقاتلين في القوات المسلحه للنزول على ارض الواقع، علماء اجلاء شباب لهم جهد ولهم رؤيه مستقبليه في محاربه مثل هذه الافكار الضاله، مع كل المعنيين وكل المقرر فيهم والذين ينتمون لهذه التيارات ولا يعرفون حقيقه الامر، حيث ان الامر خطير جدا وليس بسيط، وان اتخاذ الاسلام ذريعه ودين ذريعه لهذا الامر هو اسهل طريق لتجنيد الشباب والسيطره على عقول الضعفاء والضعفاء. الخطاب الديني في هذه المرحله قد يكون تحسن بعض الشيء، ولكن المطلوب اكثر واكثر في المرحله القادمه، ونظرا لانه ان شاء الله لا زال هناك ايام من شهر رمضان المقرب، يكون للسلطات او الجهات المعنيه والمتخصصين النزول الى شمال سيناء والى ارض الحرب، حتى نوضح الامر للقاطنين هذه الاماكن انهم لابد وان يتعاونوا مع القوات المسلحه في تقديم مثل هؤلاء المسلمين والمتتبعين. نعم. هذا هو المطلوب في هذه المرحله. نعم فضيلة الشيخ صبري، يعني دور وزارة الأوقاف في هذه الفترة لمواجهة الفكر المتطرف، هل من قوافل دعوية جديدة أم أن يعني دور أكبر من مجرد إرسال قوافل دعوية إلى منطقة شمال سيناء يعني زيادة الوعي وزيادة المعرفة لدى الكثيرين حول المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي؟ أيوة فعلا، هناك في شهر رمضان بفتح حاليا ملتقيات فكرية، نظرا لأنه شهر عبادة وأن جميع المواطنين يتوافدوا على المسجد في أوقات متقاربة، بل قد يقضي كل اليوم في المسجد. هناك ملتقيات فكرية ودروس عقب صلاة العصر، وهناك حالة من الاستنصار في وزارة الأوقاف من خلال توضيح المفاهيم المغلوطة وتوضيح هذه المفاهيم لدى جموع المسلمين، وأن هذه الحادثة قد تكون دفعة قوية لتسديد هذا الأمر وبعث الروح القتالية في الشباب أو شباب الدعاء لتوضيح هذا الأمر، وأن تكون حالة من الاستنصار للشعب المصري برفض مثل هذا الأمر، وأن يتعاون مع الحكومة قلبا وقالبا في دعوة استقرار ومحاربة هذه الأحزاب. نعم فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم في هذه التغطية المباشرة، ومعنا في استوديو قناة النيل الأستاذ العزب الطيب الكاتب الصحفي بالأهرام. بعد التحية أستاذ عزب، من الواضح أننا انتقلنا إلى مستوى آخر من المواجهة مع الإرهاب، تصعيد على مستوى عال جدا، ضربات متلاحقة ومتزامنة، لا نفيق من ضربة حتى نتلقى غيرها. برأيك على كافة المستويات، أو خلينا نتحدث مبدئيا على المستوى الإعلامي وبصفتك صحفي، ما هو التعامل الأمثل إعلاميا في مثل هذه الظروف ونحن تقريبا أو يعني فعليا نعيش حالة حرب؟ دعيني أكون واضحا، الإعلام المصري بمختلف أشكاله يحتاج إلى تكثيف وتفعيل أدائه في التعامل مع هذه الأحداث. ما زال حتى الآن قاصرا يتعامل مع الخبر بنوع من مع الأخبار بنوع من التغطية العادية، لا يتعمق في بحث الظواهر وأسبابها ثم طرح سبل علاجها. صحيح هو يستعين بالخبراء، واللافت أن ثمة ظاهرة في مصر الآن هي ظاهرة الخبراء الأمنيين والاستراتيجيين والعسكريين، وهم باتوا من الكسة في مكان، وتتعدد آرائهم وتتنوع، وبعضهم يربك المشاهد ورأي العام، لأن كل منهم يبني تحليله على معطياته الخاصة، ومن ثم يحرص نوع من الارتباك في نظر لهذه الأحداث. ولكن أنا أود أن أشير إلى أن الإعلام المصري الحكومي يتميز بصفة أنه يعتمد على المصادر الرسمية، ومن ثم هذه المصادر تعطينا الصورة الحقيقية
لي ما يحدث في 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 مختلف المشاهد، سواء في سيناء، سواء في واقعة اغتيال النائب العام او في غيرها من الاحداث، ويعتمد على وتلك الصورة الواقعية تجعل المتابع لهذا الاعلام يشعر باطمئنان ان قواته المسلحة كما تابعنا اليوم قادرة. نعم، لكن على لا تستطيع ان تنكر التشويش الذي يحدث من وسائل اعلامية اخرى، ونحن في عصر السماوات مفتوحة، بالتأكيد مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع الإخبارية، العدو أيضا لديه وسائله لبث أخبار مغلوطة مبالغ فيها، انتصارات ربما لا تكون لها وجود في الواقع. أنت تواجه كل ذلك، هل نحن مؤهلون حاليا في الإعلام المصري أن نواجه كل التطوير الذي حدث على مستوى الإعلام في العالم كله؟ نحن أعتقد نواجهه بنفس أسلوب المواجهة في حرب 73، وهذا ربما يضع المواطن الذي يستقي المعلومات من أكثر من مصدر أو تصب عنده أكثر من معلومة ربما تكون مغلوطة في حيرة. لو ارتكزنا بالفعل على منهجية حرب اكتوبر 73 سنكون نحن الرابحون، لان في هذه الحرب اعتمدنا على الحقائق وعلى المصداقيه وعلى التواصل مع المتلقي بشكل مباشر عبر مختلف اشكال الاعلام، سواء مقروءه او مسموعه او 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 او, أو مرئيه. ما يحدث الان، وذكرت انت هناك حاله تعدد في وسائل الاعلام خاصه ما يتعلق بالمواقع الاخباريه ومواقع التواصل الاجتماعي. بعضها مواقع مصريه بالمناسبه وليس فقط اجنبيه. لا، انا اتكلم عن ظاهر بشكل عام، سواء في مصر في مختلف او حتى الاعلام المعادي او حتى الاعلام الذي يبدو انه صديق ولكنه يمارس فعلا عدائيا ضد 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 مصر وجيشها وقواتها المسلحه، كما راينا اليوم في بعض التغطيات الاعلاميه من بعض القنوات تتعامل مع الحرس وكانه انتصار لهذه المجموعات وكانها حققت تحولا نوعيا في التعامل مع الجيش المصري، وابدت الجيش المصري باعتبار انه غير قادر على ردع هذه الجماعات، وذلك غير صحيح. راينا الجيش المصري يتعامل صحيح، انا شخصيا كصحفي وكمواطن مصري شعرت بالغضب عندما أدركت أن 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 أن, أن هذه المجموعات التكفيرية وتطلق عليها البعض الجهادية وغير صحيح هذا المسمى، قامت بهجوم مباغت في السادس صباحا على 5 كمائن، ونحاول البعض أن يزيد من عدد الكمائن إلى 12 كمين أو غيره، ولكن أنا أعتمد كما ذكرت على المصدر الرسمي أن هناك 5 كمائن تعرضت للهجوم. السؤال هنا يتعلق بشق ببعد عسكري في يتعلق بالمعلومات الاستباقية، المعلومات السابقة، هل ليس لدينا قدرات على أن نصل إلى نتيجة أو تقدير موقف أن سيحدث هجوم في يوم كذا أو في توقيت بعينه؟ كما نرى يعني على سبيل المثال إسرائيل لديها قدرات تتعلق بسرعتها في تقدير موقف الناس تتعرض لهجوم من قبل جماعة هنا أو هناك ومن ثم تستعد. نحن في هذه اللحظة، نحن الآن من منذ أيام نواجه يعني حربا حقيقية كما ذكر اليوم رئيس الوزراء، بدأت باغتيال النائب العام، ثم بالأمس الهجوم، محاولة الهجوم على أحد مراكز شرطة في مدينة 6 أكتوبر، وهناك تحريض كان واضحا من قبل هذه الجماعات أنهم سوف يصعدون ما يسمى بالحراك الثوري في ذكرى الثانية كان يجب أن نصل أن يكون هناك قدرة معلوماتية أكثر للوصول إلى حقائق ونوايا هذه الجماعات، وأظن كان يعني في الإمكان أن تكون القوات في هذه المناطق يعني في حالة يقظة دائمة، ولا يسر عليها صيام ويسر عليها فترة صباح أو أي شيء، تكون عليهم دائما مستيقظة للتعامل مع أي حال. صحيح أنه تعامل الجيش المصري بسرعة مع حدث، ولكن حققت بعض يعني حصل هجوم على كمين مستوى الأسلحة المستخدم أيضا من هذه القوات من هذه الجهات الإرهابية، مستوى الأسلحة ليس لأول مرة على فكرة هذا المستوى العالي من الأسلحة في الهجوم الذي تم قبل أشهر ثلاثة أيضا كان هناك أسلحة تهاون، هذه مرة أسلحة مدافع مضادة للطائرات، صواريخ مضادة للطائرات. نعم، ومن ثم يعني أنا أركز على جزئية المعلومات، وأنا أعلم لدينا جهاز معلومات استخباراتي قوي جدا فيما يتعلق بي
ولكن المشكلة تبدو لا يعني في حلقة مفقودة. هل نحن غير قادرين على التنبؤ بنوايا هذه الجماعات، وخاصة في ظل وقت وتوقيت الجميع يعلم أن هناك تصعيدا من هذه الجماعات في هذا الوقت، وتريد أن تحاول أن تظهر أنها قادرة على تحقيق انتصار ما أو تحول نوع ما في التعامل مع الدولة المصرية. الدولة المصرية استطاعت بجيشها الآن أن ترد الصاع صاعين، وأن تقتل منهم يعني 40 تقريبا، وأن تطاردهم إلى فلول وتحرق وتدمر بعض تجمعاتهم. ولكن المشكلة أيضا أنا ما زلت أقول أن نتعلق فيما يتعلق بالمعلومات الاستباقية حتى لا نتيح لهم فرصة لأن يحققوا هذا الشو والاستعراض الإعلامي عالميا وإقليميا. بالتأكيد سيكون هناك وقت للمراجعة الشاملة والكاملة بعد هذا الكلام. قال الخبراء في أكثر من عملية قبل ذلك. هذه المرة يعني هذه المناطق تتعرض لعمليات نوعية كل فترة وأخرى. لماذا لا يكون هناك استعداد لرد عليها وإجهاضها ووأدها؟ نحن الآن كما ذكر وزارة الحرب علينا نبدأ حربا حقيقيا لإجهاض هذه الجماعات ومحاولة إنهائها ومن الأسلوب العسكري. طيب ما تحليلك يعني المستوى هذه المرة يتخطى بكثير مقدرة جماعة الإخوان؟ يعني نحن أمام أجهزة لديها استطلاعات ولديها مصادر معلومات ولديها وتدريب على أعلى مستوى، على أعلى مستوى وتحديد ساعات وأزمنة وتنفيذ وتوقيت تنفيذ العملية. أنت أمام أجهزة دول، يعني جهاز دولة أكبر من كونها مجرد جماعة. يعني في تصورك مستوى المواجهة، مواجهة الدولة في المرحلة المقبلة كيف سيكون؟ أنا دعيني أكون واضحا. الرئيس السيسي قال بالأمس وقال أكثر من مرة أن هناك عناصر خارجية تدعم هذه الجماعات الإرهابية. نحن نريد من الدولة المصرية أن توضح لنا ما هذه القوى الخارجية التي تحارب وتمول وتدعم وتقدم المعلومات وتقدم الدعم اللوجستي وتقدم كل شيء لهذه الجماعات، بحيث تبدو أنها قادرة على إحداث اختراق نوعي في مرحلة ما، حتى نحدد من هو العدو ومن هو صديق، حتى نحدد من كيف نتعامل مع هذا العدو. لأن الجميع يعني كما ذكرتي وأنا تابعت اليوم، الخبراء يدركون أن ما تقوم به هذه الجماعة تطلق نفسها مرة بيت المقدس ومرة ولاية سيناء تابع تنظيم داعش، كل هذه مسميات عبثية ووهمية، لكنها في النهاية تؤطر لي أن هناك كيانا إرهابيا قائما في هذه المنطقة مدعوما بقوة من الداخل ومن الخارج. ومن ثم علينا نحدد هذه القوة وحتى نحدد طبيعة المواجهة معها. والمواجهة علينا أن نأخذ درسا من أحداث الشهور الستة الماضية في التعامل مع هذه الجماعات. هي هذه الجماعات كل مرة نقول هذه محاولات يائسة منها، لكنها تقوى وتتمدد. ومن ثم علينا أن نعد استراتيجية مغايرة ومختلفة، وربما يحدث تغيير في أنماط كثيرة في التعامل مع هذه الجماعات، بحيث يتمكن الجيش المصري من إنهاء وجودها. لأن وجودها بهذا الشكل وهجماتها المتوالية تؤثر سلبا على معنويات المواطن المصري، حتى وإن بدأ أن الأمر غير ذلك، ولكن يحدث نوع من الإرباك للحالة الداخلية في مصر. يعني اغتيال النائب العام ثم بعملية مشابهة لنفس عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، وما عدا الفارق فقط في 200 جرام، هناك 100 جرام استخدمت في السيارة وهنا 200 جرام فقط. إذن المسألة هناك تطور نوعي في العملية، ومع ذلك أن كل أدائنا السابق لم يفضي نتيجة لإنهاء هذه الجماعات أو الحد من تأثيرها. ربما كانت من الممكن أن تكون أكثر بكثير وظلت على هذا المستوى، لكن بكل الأحوال هي عمليات كبيرة وفي تطور كبير. علينا أن نغير من استراتيجيات وتكتيكات التعامل معها، وألا نقلل ونهود منها. يعني أنا تابعت في الفترة الأخيرة بعض الخبراء العسكريين يقول خلاص هذه الجماعات لم يعد لها تأثير، وأنها اعترفت بأنها انكمشت بتأثير الضربات العسكرية للجيش المصري. ثم فوجئنا بهذه الضربات على مدى الأيام الثلاثة الماضية، والتي هي تؤشر لحالة سوء إعلامي فقط، هي لن تؤثر في جوهر الدولة المصرية. الدولة المصرية قوية وجيشها قوي وأمنها قوي وشعبها أقوى، ولكن علينا أن أيضا في المقابل أن نتعامل بواقعية، ثم نغير استراتيجية التعامل مع هذه الجماعات، بحيث لا يبقى لها وجود على هذا النحو الذي يجعل بعض الدول وبعض
بعض الأطراف وبعض الجهاز الاستخباراتية تبتهج لأنها أحدثت ارباكنا اليوم في المشهد المصري الداخلي. أشكرك أستاذ العزب طيب الكاتب الصحفي بالأهرام على رؤيتك ووجودك معنا في استوديو نيل الأخبار. مشاهدينا ما زلنا مستمرون معكم في هذه التغطية. فاصل قصير نتابع بعده هذه التغطية. أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف سلسلة الهجمات الإجرامية التي نفذتها مجموعات إرهابية آثمة ضد عدد من أكمنة القوات المسلحة في شمال سيناء. وأكد شيخ الأزهر ضرورة تكاتف وتوحد كافة فئات المجتمع وراء القوات المسلحة والشرطة المصرية للقضاء على الإرهاب الأسود الذي يستهدف أمن واستقرار البلاد. كما أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بشدة العمليات الإرهابية الخسيسة، وشدد أن تلك العمليات الغادرة التي تستهدف أمن الوطن وسلامته لن تنال من عزيمة المصريين في التصدي للإرهاب. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الإيطالية أنها تقف بجانب مصر شعبا وحكومة ضد الهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد وتؤدي إلى سقوط العشرات من الضحايا. كما أدانت فرنسا الهجمات الإرهابية وأكدت مجددا تضامنها مع الحكومة والشعب المصري في مكافحة الإرهاب. شارك رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والحزبية والسياسية وكبار الكتاب والمفكرين في أداء واجب العزاء في شهيد مصر الراحل المستشار هشام بركات، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. كما شارك في تقديم واجب العزاء المئات من رجال القضاء والنيابة العامة ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة. في مشهد اختلطت فيه جميع فئات المجتمع المصري توافد العديد من المواطنين لتقديم واجب العزاء في فقيد الوطن النائب العام هشام بركات الذي راح ضحية للحادث الإرهابي الغاشم، مؤكدين جميعا على رفضهم للحادث وأنه لن يثني القضاء من ممارسة رسالته في تحقيق العدالة وأن الحكومة ماضية في التنمية ومحاربة الإرهاب. مصر فقدت هشام بركات وفقدت النائب العام. هشام بركات قيمة كبيرة جدا كإنسان، والنائب العام هو محامي الشعب. الحدث والفقيد له معنى كبير جدا. الحدث اغتيال إرادة شعب، وطبعا يعني خسروا كل من حاول أنه يقترب لهذا الشعب فهو خسران. احنا مستمرين في طريقنا وما فيش قدامنا غير العمل، وكل واحد فينا بصراحة يتمنى انه كان ياخد يبقى هشام بركات. انا بعتبر ان هذا نذير شؤم عليهم، هم نجحوا ان يحولوا شعب مصر كله الى مقاتلين، ولو كان الامر بيد الشعب ولو لم نكن دولة قانون ودولة سيادة قانون ودولة متحضرة، انا اقسم بالله لكان الشعب قد مضغهم ولفظهم كما يلفظ الانسان ما في فيه من شيء غير نافع. العديد من الشخصيات العامة شاركت في تقديم واجب العزاء، ومنهم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والذي أكد على أن الحادث الإرهابي لن يؤثر على افتتاح قناة السويس الجديدة. بعزي الشعب المصري بالكامل وأسرته، لأن هو بالنسبة لي كان أخ وصديق وصدوق، وهو كان معنا في الإسماعيلية قبل ما يبقى نائب عام، وكان في صداقة شخصية. كنت معاه يوم الوفاة، يعني ليلة الوفاة كنا فترانين مع بعض، وهو شخص يعني لا يخاف الحق لا متلائم وما يعرفش يجامل في الحق أبدا، وراجل يعني كله إيمان بربنا وقاضي عادل. فمصر الحياة فقدت يعني شهيد العدالة. أقيم العزاء داخل مسجد المشير طنطاوي بطريق التجمع الخامس وسط حراسة أمنية مشددة، وشارك في تقديم واجب العزاء المئات من رجال القضاء والنيابة العامة ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة. منذر أبو دوح، النيل.
قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إنه سيتم رفع بعض القوانين إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها خلال اجتماع اليوم لمواجهة الإرهاب، مؤكدا أن مصر تواجه حالة حرب حقيقية. وكان مجلس الوزراء قد بدأ اجتماعه الأسبوعي من مقر أكاديمية الشرطة بالوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام وشهداء الوطن، كما يبحث الاجتماع الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ويستعرض قوانين خاصة بالحياة السياسية والانتخابات، فضلا عن توفير سلع شهر رمضان والرقابة على الأسواق والأسعار وتفعيل أجهزة حماية المستهلك. يرى عدد من الخبراء أن ما تتعرض له البلاد من أعمال إرهابية يستلزم على الدولة إعادة النظر في دراسة السبل والإجراءات المتبعة في مكافحة الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها البلاد. من بين هذه الإجراءات تزايد المطالبات بتعديل القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وتغليظ العقوبات في تلك المرحلة، ما يساهم في الحد من انتشار الأعمال الإرهابية. بالتزامن مع العمليات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، يرى الخبراء ضرورة البت وإعادة دراسة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وسرعة إجراءاتها. كان على الدولة المصرية أن تنتبه أيضا لثلاثة أمور. الأمر الأول أنها تواجه عصابات منظمة مدعومة من الخارج. الأمر الثاني أنها تواجه عصابات تعمل فكريا في الداخل منذ ما يقرب من 80 سنة. استغلت احياء، استغلت فقر، استغلت بطاله، استغلت كل هذه الامور في استقطاب مجموعه من الشباب ضد الدوله نفسها. البلاد في حاله حرب فعليه، جمله كررها العديد من الخبراء، لذا فان القوانين القديمه منذ عشرات السنين لا تلبي الحاله الحاليه، مضيفين ان ما تمر به البلاد يحتاج الى ثوره تشريعيه. حزمه الاجراءات والقوانين المعمول بها حاليا في مصر لمكافحة الإرهاب ترجع إلى عام 1937، ومن ثم فلا يمكن أن يتم محاكمة مجرمين إرهابيين بقوانين أو وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا، ومن ثم فينبغي على الدولة أن تقوم بإعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب. قانون مكافحة الإرهاب من القوانين المطروحة على الساحة، ويصفه المحللون بأنه قانون لردع الجماعات المسلحة. قانون بيتضمن جزئين أساسيين، الجزء الأول بيركز على تقليص فترة التقاضي، والجزء الثاني بيركز على تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية. فليس من المعقول أن يتم محاكمة إرهابيين بيستخدموا كافة الوسائل وكافة المتفجرات والأسلحة الثقيلة، أن يتم محاكمتهم وفقا للقانون الجنائي العادي. قوانين عديدة ينتظرها الشارع المصري لقطع يد الإرهاب وإحكام القبضة الأمنية على كل من تسول له نفس مخالفة القانون. يرى الخبراء أن تشديد الإجراءات الأمنية وتغليظ العقوبات ومخاطبة فئة الشباب عن طريق رجال الدين لبث الأفكار المستنيرة وقطع الطريق عن الأفكار المتطرفة. رمضان المطعني، أنيل. أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أن المرحلة الراهنة تتطلب اليقظة العالية والاستعداد التام لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على تلك الآفة واستئصالها من أرض الوطن. وأضاف خلال جولته الميدانية بنطاق مديرية أمن الجيزة أنه يجب التجاوب السريع مع شكاوى المواطنين والاهتمام ببلاغاتهم لتحقيق التلاحم مع أطياف الشعب وحسن التعامل معهم لدعم ثقتهم في أجهزتهم الأمنية. وشدد وزير الداخلية على أن رجال الأمن مستمرون في أداء رسالتهم وأنهم على وعي بمسؤولياتهم وواجباتهم وسيظلون على عهدهم في تقديم كل الغالي والنفيس لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. قدرت وزارة المالية العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015-2016 بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن العجز المتوقع العام المالي الماضي والذي قدر
أن يكون في حدود 10.8% من الناتج المحلي. وأكد البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد أن تحسن نسبة العجز المقدرة لم يأتي على حساب تخفيض المخصصات الضرورية واللازمة للمواطنين أو زيادة الأعباء عليهم. وذكر البيان أن الإيرادات العامة للدولة في موازنة العام المالي الجديد تشهد نموا بنحو 28% لتحقق 622.2 مليار جنيه مقارنة بمتوقع 486 مليار جنيه للعام المالي 2014-2015. ولفت البيان إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي المتوقع للعام المالي 2015-2016 ليصل إلى معدل نمو الناتج المحلي إلى 5%، وهو ما سيؤثر إيجابيا على إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية. يبلغ إجمالي المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة نحو 864 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 17.4% عن المتوقع في العام المالي الحالي والذي يبلغ نحو 736.5 مليار جنيه. قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إن مصر ستدعم باستمرار مختلف جوانب عملية التنمية في منطقة حوض النيل مع تمسكها بحق شعبها في الحياة. وأضاف مغازي في كلمته خلال افتتاح اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي المنعقدة بالقاهرة، أضاف أن مصر لن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة. هذا وتناقش الاجتماعات التي ستستمر لثلاثة أيام العروض الفنية للمكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي والهولندي الخاص بتنفيذ الدراسات الموصى بها في تقرير نهائي للجنة الدولية للخبراء فيما يتعلق بتأثيرات سد النهضة على كل من مصر والسودان. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري. دكتور خالد، بعد التحية، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الاجتماعات في تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة لدول حوض النيل دون التسبب في أي ضرر لأي طرف؟ دكتور خالد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور خالد وصيف وسنعاد الاتصال به لاحقا. نواصل مع حضراتكم بانوراما النيل. بحث سامح شكري وزير الخارجية مع رئيس اللجنة الرباعية الدولية السابق توني بلير تطورات القضية الفلسطينية السياسية والأمنية والإنسانية وسبل استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها فضلا عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن الوزير شكري تناول مع بلير مضمون ما دار خلال اللقاء مع وفد اللجنة الرباعية الدولية بالأمس، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية وبالنسبة للاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم ضرورة تسويتها على أساس حل الدولتين. تعقد غدا الخميس جولة حاسمة من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية، من المفترض أن تكون النهائية لتوقيع اتفاق نهائي حول إنهاء الأزمة الليبية الراهنة. من جانبه أعلن جلال الشويهدي رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الليبي أن النسخة المعدلة من المسودة السياسية حققت تقدما على الرغم من كل الصعوبات. وكان وفد فريق الحوار عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني المنتهي ولايته قد تسلما من البعثة الأممية النسخة المعدلة للمسودة الرابعة، وذلك في جولة جديدة للحوار بالصخيرات المغربية بدأت الجمعة الماضية واستمرت ثلاثة أيام، ثم غادر المغرب إلى ليبيا للتشاور حول الوثيقة المعدلة ليعود غدا في جولة حاسمة. أعلنت تونس أن 30 بريطانيا كانوا ضمن 38 أجنبيا الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي بولاية سوسة وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت وزارة الصحة التونسية أنه تم تحديد هويات كامل الجثث والتي تضمنت أيضا 3 أيرلنديين وألمانيان وبلجيكية وروسية وبرتغالية، مؤكدا أنها حصيلة نهائية. كان طالب تونسي قد فتح النار الجمعة الماضية على المتواجدين بشاطئ فندق سوسة ليقتل 38 مصطافا ويصيب 39 آخرين قبل أن تقتله الشرطة. أعلنت الكويت أنها تمكنت من ضبط الخلية الإرهابية التي كانت وراء التفجير الذي استهدف مسجدا شيعيا الجمعة الماضية وأسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 227 آخرين. وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، قال إن السلطات ما زالت تطارد خلايا إرهابية أخرى، مشيرا إلى أن الكويت باتت في حالة حرب مع الإرهاب. وأكد وزير الداخلية الكويتي أن السلطات قامت بمراجعة جميع الإجراءات الأمنية خاصة حول المساجد وجميع دور العبادة. استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ميدانيا، قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا في قصف للمتمردين الحوثيين على حي المنصورة السكني في عدن، وفي المقابل قتل 13 متمردا حوثيا جراء قصف المقاومة الشعبية في الضالع جنوب البلاد. في إطار الجهود الدولية لتحقيق السلام وحقن الدماء اليمنية، استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وخلال اللقاء أشاد الرئيس هادي بجهود المبعوث الأممي، مؤكدا التزامه بالقرارات الدولية لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن، كما أكد دعم وتسهيل مهمة المبعوث الأممي بما يفضي إلى تحقيق إرساء معالم السلام، وذلك انطلاقا من المسؤوليات الوطنية والإنسانية تجاه الشعب اليمني. من جانبه أعرب ولد الشيخ أحمد عن تقديره للجهود التي يقوم بها الرئيس هادي للوصول باليمن إلى الاستقرار، مؤكدا حرص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أمن واستقرار اليمن وبذل كل ما بوسعه في سبيل وقف نزيف الدم وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن. ميدانيا، قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا وأصيب 41 في قصف للمتمردين الحوثيين على حي المنصور السكني في عدن بجنوب اليمن. في غضون ذلك قتل 23 شخصا وأصيب 40 من ميليشيات الحوثيين في اشتباكات مع المقاومة الشعبية في مناطق متفرقة بمدينة تعز الجنوبية، فيما قتل 7 من عناصر المقاومة وأصيب 30. وفي مدينة الضالع قتل 13 مسلحا وأصيب 25 من الحوثيين في قصف مدفعي للمقاومة الشعبية استهدف تجمعات للحوثيين وحلفائهم في منطقة سناح وقعطبة بشمال المدينة. أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بمقتل 15 شخصا في قصف لطائرات النظام بالبراميل المتفجرة على حي الصالحين بمحافظة حلب. يأتي هذا فيما تمكنت وحدات حماية الشعب الكردية من استعادة السيطرة على أحد الأحياء الشرقية بمدينة تل أبيض السورية الحدودية مع تركيا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المقاتلين الأكراد طردوا تنظيم داعش من حي مشهور الفرقاني بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 3 مقاتلين أكراد وأربعة عناصر من داعش. أغار الطيران العراقي اليوم على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في محافظتي الأنبار وصلاح الدين شمال غربي العراق، وهو ما أسفر عن مقتل 21 إرهابيا. وذكرت قيادة عمليات الأنبار أنه تم تدمير منزل يحتوي على عتاد عسكري نتيجة قصف جوي لطيران الجيش لموقع للتنظيم شرق الحبانية بمحافظة الأنبار غربي العراق. وأشار مصدر أمني بوزارة الداخلية العراقية أن القوات المشتركة من القوات المسلحة والشرطة مدعومة بالحشد الشعبي تتأهب لتحرير الرمادي مركز محافظة الأنبار من قبضة داعش، وباتت جاهزة بشكل تام للشروع في العملية العسكرية.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستواصل العمل من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وأوضح لافروف في رسالة وجهها إلى المشاركين في اجتماع دولي برعاية الأمم المتحدة لدعم تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي اليوم أن الدعم الروسي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية سيقدم عبر القنوات الثنائية وفي المحافل الدولية المختلفة وفي إطار الرباعية الدولية للوسطاء في الشرق الأوسط. وشدد المسؤول الروسي على أن موسكو تقف موقفا ثابتا يدعو إلى تحقيق تسوية عادلة بأسرع ما يمكن بين الفلسطينيين والإسرائيليين على الأسس القانونية الدولية المتعارف عليها. أعلنت الولايات المتحدة أن القوى العالمية الست وإيران قررت تمديد أجل الاتفاق النووي المؤقت حتى 7 يوليو لإتاحة مزيد من الوقت أمام المفاوضات بشأن اتفاق نهائي. كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد حذر من انسحاب بلاده من المفاوضات إذا لم تكن هناك ضمانات كافية تمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية. في خطوة توقعها الكثير من المراقبين لتطور المفاوضات النووية الإيرانية، أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران والدول الست الكبرى إلى 7 يوليو القادم. جاء قرار التمديد وسط جو مشحون بالتوتر والتحذيرات التي ترقى إلى مستوى التهديدات التي أطلقها الجانبان. الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر من استئناف بلاده للعمل النووي الذي علقته مع بداية تطبيق الاتفاق المبدئي إذا تراجع الغرب عن وعوده. أما نظيره الأمريكي باراك أوباما فقد أكد أنه لن يكون هناك اتفاق إذا لم تقطع كل الطرق أمام إيران للحصول على سلاح نووي. سأنسحب من المفاوضات في حال كان الاتفاق غير مرضي، إذا لم نضمن غلق جميع الطرق أمام إيران من أجل الحصول على سلاح نووي. إذا كانت آليات التفتيش غير دقيقة فلن يكون هناك اتفاق، ولقد أوضحنا ذلك للحكومة الإيرانية. وفي حال نجاح المفاوضات سيتم تخفيف عقود من العداء بين إيران والولايات المتحدة، ولكن بعض المتشددين المحافظين في واشنطن وطهران تساورهم الشكوك، بالإضافة إلى كثير من حلفاء واشنطن في المنطقة ومنهم إسرائيل والسعودية. أصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تعليمات لوزير الدفاع وقائد القوات المسلحة بالقيام بإصلاحات شاملة في إدارة الأسلحة والمعدات العسكرية. وقال غدا تحطم الطائرة العسكرية C-130 التي تسببت في مقتل أكثر من 140 شخصا إن نظام تأمين الأسلحة والمعدات بحاجة إلى تغيير شامل. هذا وتواصل قوات الإنقاذ جهود البحث على الرغم من تضاؤل الآمال بإمكانية العثور عن ناجين. كانت الطائرة الإندونيسية التي تقل عددا من العسكريين وأسرهم قد تحطمت أمس عقب إقلاعها فوق منطقة سكنية بمنطقة ميدان بجزيرة سومطرة. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. مقتل 39 إرهابيا خلال هجوم إرهابي على 5 أكمنة بشمال سيناء، والمتحدث العسكري يعلن استشهاد وإصابة 10 جنود. مجلس الوزراء يقف دقيق حدادا على روح الشهيد هشام بركات ويرفع عددا من القوانين للرئيس لمواجهة الإرهاب. اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة تبحث العرض الفني للمكتبين الاستشاريين الدوليين حول تأثير السد على مصر والسودان. نهاية بانوراما النيل، شكرا لكم وإلى اللقاء.